أنا عارف، بس هذا المحل التجاري يظل مسجدا إلى متى؟ بعد ذلك يعود محلا تجاريا. أي نعم. الأصل في المسجد أنه أرض وقفية، أصل المسجد أنه وقف مسجد، لا يصلح أن يكون اليوم مسجدا وغدا سوقا، يعني الأصل أن يبقى مسجدا، فلا يجوز أن يستأجر محل تجاري ويترك المسجد الذي هو بيت من بيوت الله تبارك وتعالى فيصلى بالمحل التجاري وتترك الصلاة في المسجد، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا من تفريق المسلمين أنا أتصور. والأصل أن يتحد المسلمون وأن يتفق الإخوة هناك، سواء الذين لا يرون الصلاة خلف هؤلاء أو الذين يرون الصلاة خلف هؤلاء، يتحدون ويتفقون على طريقة من خلالها يؤصلون عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، عقيدة أهل السنة في تلك البلاد. أسأل الله تبارك وتعالى لهم الهداية، أسأل الله لهم التوفيق والسداد، الله المستعان.